عايز تسمعنا انت ايه؟ لا انا مش هقول بقى. بص، من ذا الذي يستطيع ان يمنع وائل الفاشني عن العفو الغناء؟ استاذ، لا يمكن. العفو انت استاذ. عاوز تسمعنا ايه؟ نسمعك بقى الاغنيه اللي معمول لها التوزيع الجديد دي. يلا ماشي، الموضوع تقريبا. انا الاول عايز اشكرك واشكر اصدقائي. الله يخليك استاذ. يعني احنا دايما بنتعبكم وبنسهركم ووجعين قلبكم معانا، اعذرونا بس احنا بنحبكم بزياده والله بجد. الله يخليك، ربنا يخليك يا وائل. شرف لي يا استاذ. في الحال دي مصر بلدي، مصنع الأبطال بيحضنوا غاب العلم وما عندهمش محال، نعرف نجيب حقنا وسلاحنا عمره ما